دكتور عمرو، حضرتك قلت وده سؤال جالنا ان بعض الاوقات بتتراكم دهون على القلب وعلى الكبد، ولو من مشاهده بتقول انا لو انا عندي دهون، عملت تحليل وطلع عندي دهون على الكبد، تمام. ايه الاكل اللي ممكن تاكله او ايه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تتخلص من الدهون دي؟ في الاول عشان تتخلص من الدهون دي مش اكل، تنظيم اليوم. بمعنى بمعنى احنا قلنا عايزين نزود ان هذه الدهون ان الجسم يستهلكها كمصدر طاقه، وفي نفس الوقت انه يزود حرقنا المتكيف، عشان بالظبط الدهون يعني المخزنه. هي دي اصل المشكله. لازم اوصل الاشاره بين المخ والجهاز الهضمي والكبد اشاره منتظمه، يبقى عندي فطار منتظم في وقت منظم بدري، عندي غدا منظم، عندي عشاء منظم في ميعاد، وما بينهم وجبتين صغيرين بعد 3 ساعات من الوجبه الكبرى. ده في الاول عشان يخلي الجسم يزود الحرق المتكيف، يعني يزود استهلاك الدهون. دي نمره واحده. لو انا عملتش كده، وقفت النشويات، وقفت السكريات، هو المفروض الكبد الدهني يرتبط بالنشويات والسكريات على طول كده، يعني هما دول اكتر حاجتين. ليه؟ زي ما قلنا، لو الجسم استهلك السكر كمصدر طاقه ما بيستهلكش دهون، هو قانون الجسم كده. فاذا معنى ان هي عندها دهون فلو على انا الكبد عندي يبقى دهون يبقى بتشرب معناها سكر ان كتير، هذا لا ان هذا الجسم لا يعيش الا على السكر. على السكر الدهون راكنه من خلال خالص. بقى مكرونات و عشان كده في ناس رفيعين وعندهم كبد دهني. ليه؟ لانهم هم عايشين على السكر، اي يعني بيستهلكوا سكر، جسمهم بيحرق كل مصدر الطاقه فيه سكر، والدهون راكنه، نسبه الدهون عندهم عاليه جدا. في ناس انا بشوفها ممكن، وبالذات في بنات عشرينات، نسبه الدهون عندها 40%، والكتله العضليه عندها ضعيفه وهي رفيعه. بس عايزين نقول لهم كمان ان السكر مش شرط في السكر العادي، ممكن في الاكل، مكرونات، نشويات، نشويات، سكريات غير مقننه مخبوزات. ومش منظمين طول اليوم، فبالتالي ده يؤدي لكبد طب دهني. نهى سليم على صفحتنا بتقول حضرتك يا دكتور انها عامله عمليه الغده الدرقيه من 92، الف سلامه لحضرتك، وانها ما خدتش ادويه اللي هي نهى لمده 12 سنه، ما بتاخدش دواء الغده، وبعدين بدأت تاخد دواء الغده دلوقتي 100، وبتاخد 150 كمان، وعندها سمنه مأثره على القلب والضغط، وسكر تراكمي عندها 5.7، ده مش عالي السكر، وكل دكتور اروح له يقول لي حرقك وقف ومش عارفه اعمل ايه. الحرق ما بيقفش، ما احنا اتفقنا بقى، طالما هي عايشه وبتكتب، مش هي بتكتب؟ يعني عايشه عندها حرق، تحرق حرق اجباري. خلاص؟ يبقى عندها مشكله فين؟ في الحرق النوع الثاني اللي هو المتكيف، اللي هو ده القصه نفسها. الحرق الحقيقي. لا، ايوه مش الحرق الحقيقي، الحقيقي الحقيقي ان احنا نعيش. ايوه لا الحرق الحرق الحقيقي المتكيف ده علشان اللي انا الحرق بيفرق الصحي. بقى، حد ينزل في الوزن وحد ما ينزلش في الوزن. الاثنين صحيين، بس الثاني ده اللي هو اللي بيفرق. هي بالنسبه اكيد طبعا مع لما شالت الغده الدرقيه اكيد بتعمل تحاليل. لو تحاليلها سليمه ممكن الدكتور شايف جزء من الغده وسايب الجزء، فمش هيدي ادويه. لو هي تحاليلها غير سليمه يبقى اكيد هتاخد دواء غده درقيه. لو هي الغده الدرقيه بتاعتها تحليلها سليم يبقى حرقها ملوش علاقه، يبقى الغده بره اللعبه دي خالص. مشكلتها نومها، صحيانها، مواعيد اكلها، حركتها. بص يا فندم، انا هدي حضرتك مثلا عشان نحسب القصه دي. هو اللي عايز ينزل في الوزن ليه نسبه الوزن السمنه، شوفي التطورات والسوشيال ميديا ومش عارف ايه مع ايه، ومع ذلك الكيرف بيعلى، صح ولا بينزل؟ صح، صح. ناس بتدفع وكل الحاجات دي موجوده، هي فرقت مع حد؟ ما فرقتش. نمره اتنين، نسبة رجوع الوزن بعد 5 سنين من نزوله 80% من الناس بيرجعوا في وزنهم تاني. يا 80% نسبة عالية جدا، كل 100 يرجع منهم 8. عشان كده الناس بقت محبطة وبتلجأ إلى عمليات التكميم أو عشان يجيب من الآخر. ليه بيرجعوا؟ يعني إذا لما نيجي نحط بلان نزول وزن نكون عاملين حسابنا، إحنا عايزين نثبت ولا عايزين نرجع تاني؟ على الرجوع تاني اعمل اي حاجه انت عايزها، خد مش عارف ايه مع ايه، اعمل راجع إيه، راجع اعمل اي حاجه براحتك، يعني انزل شويه وهترجعهم تاني ان شاء الله، لان ما حلتش الموضوع من جذوره. عايز احل الموضوع من جذوره لازم اشتغل على ما يطلق عليه الحرق المتكيف. بمعنى هدي حضرتك مثل تاني لطيف. عارفه حضرتك البيجست لوزر بتاع امريكا، تي في شو بتاع امريكا، اللي يكسب ياخد، خد 250,000 دولار. عملوا عليهم دراسه عشان يعرفوا ايه اللي حصل. في 30 اسبوع نزلوا حوالي 40% من وزنهم، وده رائع. ولما النزول كان اصلا ايه؟ كتله دهون مش عضل.
يعني دايما الناس بتتهم ان لو ما لعبتش تمرينات المقاومه حرقك هيقل. الناس دي لعبوا تمرينات مقاومه والكتله العضليه ما اتهزتش وجم يشوفوا الحرق بتاعهم بعد ما خسوا لقوه نزل. طيب بعد 6 سنين رجعوا لهم تاني، مين اللي حافظ فيهم على الوزن؟ واحده من ضمن التي في شو ده. طب والباقيين اللي رجع كل وزنه واللي رجع اكتر من وزنه؟ المشكله فين بقى؟ حتى اللي رجعوا في وزنهم لقوا حرقهم لسه قليل، وكأن نزول الوزن اصبح مشكله. يعني لو نزلت في الوزن من غير ما تحافظ عليه ورجعت تاني اعرف انك بتبتدي على حرق اقل من اللي ابتديت فيه زمان، عشان كده بيبقى النزول صعب. فالنزول هيبقى مش الطف حاجه وفي نفس الوقت هيبقى مجهود اكبر. اذا عشان انزل في الوزن واحافظ عليه لازم احط خطه اعالج الموضوع منين؟ من الجذور، من اصل المشكله. انما لو هنقلبها الى فكره ان ده بيخسس وده بيتخن هذا كلام غير طبي خالص. لازم اعالج الاصل بتاع المشكله، ان انا عايز ازود الحرق المتكيف، ازاي؟ اظبط منتظم في مواعيد اكلي واتحرك. دول الوسيلتين فقط، لا يوجد دواء في الحياه يشتغل عليهم ولا يوجد شيء غير الحاجتين دول، بتحرك ومظبط مواعيد اكلي خلاص وبنام كويس طبعا.